لسه اخبارنا مع النادي الاهلي، لكن المره دي من جنوب افريقيا، مع واحد انا يعني الحمد لله كان لينا الفضل، او كان استغفر الله العظيم يا رب ما حدش ليه فضل يعني طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، لكن عمر عصر تحديدا احنا سلطنا عليه الضوء هنا وهو ما كانش محتاج. ده هو راجل بره معروف جدا، من اعلى لعيبه البينج بونج في العالم، هو تصنيفه في ال 16 الاوائل دايما. يعني عمر عصر حقق فوز على سابع العالم في بطوله العالم اللي في جنوب افريقيا دلوقتي، وده انجاز تاريخي. انت بتلعب في كاس العالم للبينج بونج، عمر عصر بيبقى بيفوز على المصنف السابع، بيتاهل لدور ال 16 في ماتش تاريخي بالنسبه له. يعني دي حاجه، انت بتفوز في جنوب افريقيا في ماتش زي ده في بطوله العالم، دي حاجه مش بتفوز على سابع العالم كمان، يعني انت تصنيفك اقل منه وبتفوز بنتيجه كبيره 4-2، وبتتاهل منها لدور ال 32 في المنافسات بتاع دور ال 16 في منافسات البطوله. والاتحاد الدولي نفسه زي ما احنا شايفين، الاتحاد الدولي نفسه بيتكلم عن عمر عصر، وبيتكلم عن وصول عمر عصر لاعب منتخب مصر تنس الطاوله لمنافسات دور الثمانيه ودور ال 16 والمنافسات النهائيه في بطولات في بطوله العالم يعني اللي بتقام في جنوب افريقيا. وكتب الاتحاد الدولي عبر صفحته الرسميه براود اوف افريكا. كمان اجرى الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه اتصالا بعمر عصر عشان يهنيه بالانجاز الكبير اللي هو حققه. عمر عصر على فكره دي مش اول مفاجاه، عمر عصر في الاولمبياد كان خامس الاولمبياد، فيعني عمر عصر معودنا على المفاجآت. وانا قلت له وهو معانا هنا ان انا في يوم من الايام هذيع ان انت حصلت على ميداليه اولمبيه، انا قلت له ده وافتكروا الكلمه دي وانا هفكركم بيها ان شاء الله لما ازيعها. يعني هو حاليا في جنوب افريقيا طبعا بعد تهنئه الوزير لي وبعد الاهتمام الكبير فيه. اكيد عمر اكيد عمر كمان عنده لسه من الشغف اللي هيوصله لابعد من كده، واكيد عمر عنده لسه امكانياته الكبيره جدا اللي هتخليه يكمل في بطوله العالم. انا ان شاء الله اتمنى ان هو يوصل للادوار النهائيه في بطوله العالم، وان شاء الله كمان نتمنى له في الاولمبيات الجايه. هو الموضوع باختصار شديد جدا ان انت بتكمل كل ما بتقرب اكتر في التصنيف، كل ما بتبدا في الاولمبيات بماتشات اسهل. معانا بقى كريم سعيد زميلنا وواحد من الناس، ما تفتكروش يا جماعه ان كريم سعيد مهتم بالكوره بس، خلي بالكو كريم سعيد من المهتمين جدا برياضه تنس الطاوله، لان هو حريف، هو في بطوله كمان دلوقتي، وهو احنا هناخده بس شويه كده ناخد رايه في موضوع عمر عصر، ويقول لنا كمان على يحكي لنا كمان عن بطوله العالم. كريم ازيك، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، انت مش غريب عليها يعني. مساء الخير يا عبد الرحمن، مساء كل متابعي قناه النادي الاهلي. طبعا بعتذر عن بس الضوضاء الجنبي عشان بس انا في الصوره دلوقتي. طيب قول لي، شفت الفوز بتاع عمر عصر على سابع العالم ازاي؟ طبعا اكيد فوز عمر عصر على ترولز مورجان طبعا ده حاجه طبعا اعجازيه، حاجه انا بشبهها بالظبط بالظبط محب كره القدم وفاهمين كان منتخب مصر بطوله المونديال الجايه لاعب فرنسا وكسب فرنسا. هو ده بالظبط اللي عمله عمر عصر مع ترولز، واحد من عظماء تنس الطاوله في العالم، وصيف العام اللي فاتت لما خسر قدام فانزن دونج لاعب الصين طبعا لاعب مشهور. ولك ان تتخيل ان عمر بيطلع وصيف العالم من 32 طبعا حاجه عظيمه جدا. طيب قول لي توقعاتك ايه لمباراته مع بطل كرواتيا بقى في دور ال 16 ان شاء الله، وقول لي انت شايف كمان اداء عمر في البطوله دي اهله انه يوصل لابعد من كده؟ طبعا دلوقتي الامال بتاعتنا طلعت قوي يا عبد الرحمن، لان كمان اللاعب الكرواتي رحم عمر من مواجهه كانت صعبه جدا مع اوبت شاروف البطل الالماني. البطل الكرواتي طبعا عمل مفاجاه عظيمه لانه كان مش مصنف وكسب اوبت شاروف اللي هو مصنف من اول 10 في العالم، فطبعا اكيد حرم عمر من مباراه كانت صعبه جدا عليه. والنهارده عمر له امل مع اللاعب الكرواتي اكثر من اللاعب الالماني، وان شاء الله يخش في دور الثمانيه. طيب احنا دلوقتي في التصنيف، انا عارف ان عمر بيقرب من التصنيف بعد اللي هو بيعمله ده ان شاء الله، لكن قول لي المكاسب بتاعت عمر بعد التاهل لدور ال 16، وده في الاولمبياد هياثر معاه ازاي في اولمبياد باريس ان شاء الله؟ اكيد طبعا عمر بعد البطوله دي هياخد كام نقط كبير جدا، وبالتالي هيساعد في التصنيف، وبالتالي لما انت تصنيفك بيعلى بالتالي في الاولمبياد تلعب القرعه بتتحط بصوره افضل، يعني طول ما تصنيفك اعلى كل ما انت القرعه بتاعتك تبقى افضل، فان شاء الله باذن الله الفوز ده هيخلي عمر يبقى تصنيفه افضل في اولمبياد ان شاء الله. شكرا كريم سعيد، انا طبعا انا عارف الدوشه اللي انت فيها، وبالتوفيق كمان انت عندك بطوله، بالتوفيق ليك، ربنا معاك وربنا مع كل ابطالنا وكل المنتمين للنادي الاهلي وكل المنتمين لمصر طبعا. عمر عصر تحديدا لو ربنا كرم ان شاء الله، ان شاء الله بقى في البطوله دي ووصل الادوار بعد كده ودخل في العشر الاوائل، يبقى ان شاء الله ان شاء الله بدون مقاطعه يعني ميداليه في اولمبياد باريس ان شاء الله.